ذكر المنتخب يا كابتن احمد، شفت ازاي التجربه الاولى للقياده الفنيه الجديده تحت قياده كابتن حسام حسن وابراهيم حسن، ماتش المنتخب امام نيوزيلندا في بطوله كاس عاصمه مصر؟ الحقيقه ما نقدرش ان احنا نحكم على التجربه دلوقتي اكيد، ولكن يمكن شفنا اداء عادي، نقدر نقول نوصفه ان هو اداء عادي يعني، ولكن لسه بدري قوي على الحكم على هذه التجربه. بس برؤية كده فنية مبدئية، شفت ازاي المنتخب امام نيوزيلندا؟ بص، انا هقول على التجربة كلها. بصراحة عجبني اول حاجة الاستاد اللي ببارك مصر على طبعا الاستاد العاصمة. بصراحة نشكر القيادات السياسية طبعا على وجود شيء مشرف الحقيقة، حاجة مشرف لينا، وكل الناس دلوقتي بتتكلم على الملعب ده طبعا الحمد لله يعني. تاني حاجة تجربة وجود كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن اختياره اتأخر كتير جدا، بقالنا مثلا 3-4 اجهزة بيتحطوا، قبل ما يتحط الجهاز بيتقال حسام حسن وبتردد اسمه كابتن حسام حسن، لكن ما اعرفش ايه سبب التاخير، لكن الحمد لله جات له فرصته اللي هو كان بيتمناها من زمان. اسم حسام حسن كبير جدا، اسم حسام حسن طبعًا من هدافين مصر، من هدافين المنتخب، حاجات كتيره جدا بتسبق اسم حسام حسن. فاتمنى له اولا التوفيق، مجتهد هو الجهاز الفني، اتمنى له التوفيق. احنا ده دورنا ندعمه ونقف في ظهره. السوشيال ميديا، انت عارف السوشيال ميديا ليها تاثير في اي قرار دلوقتي طبعا. هي اللي بتساعد في وقت من الاوقات، ليها تاثير في اتخاذ القرار، وفيها تاثير في ان يستبعد مدير فني او وجوده طبعًا. يمكن ده حصل المره دي مع اختيار الجهاز الفني الجديد، لان كان في مطالبه كبيره جدا بكابتن حسام طبعا. قبل كده في ناس مشيت بالسوشيال ميديا طبعا، وكانوا عاملين نتائج جيده يعني، مش ان هم شوم، بس انا شايف كابتن حسام دلوقتي كل الناس حواليه. اتمنى ان بعض المشاكل الصغيره بينه بعض النجوم تتحل في اسرع وقت، لان احنا كلنا في وقت دلوقتي محتاجين كلنا نبقى خلف كابتن حسام حسن أكيد. وكابتن ابراهيم، اتمنى لهم التوفيق. مباراه، اول مباراه، انا شايف ان هي مباراه جيده، بيحاول لسه يعني يتعرف على اللعيبه في الملعب، بيشوفهم في الدوري، لكن لما يشوفهم قدامه في الملعب في حاجات كتيره بتبان أكيد. على الاقل النفسيات، الضغوطات اللي بتحط فيها اللعيبه هو هيشوفها عن قريب. هو نفسه لما يشتغل مع منتخب مصر الموضوع بالنسبه له لما تحط تحت ضغوط ده موضوع صعب جدا جدا. اتمنى له التوفيق، واتمنى له ان شاء الله تكون تجربه جيده ان شاء الله مصر. طبعا على ذكر السوشيال ميديا كابتن عادل، زمن ما قبل السوشيال ميديا اعتقد ان هو كان اكثر هدوءا والمنطق كان حاضر فيه اكثر بكثير من دلوقتي، ولا رؤيه حضرتك ايه؟ فكره السوشيال ميديا واحده من مستجدات العصر اللي احنا فيه، كان ليها انعكاسات عامه. لا يمشي وراها طبعا هيفشل فشل ذريع، لانه اللي قاعدين على المواقع ديت مع احترامنا ليهم يعني هماش فنيين طبعا، ولا يعني ده راجل مشجع و طبعا الله اعلم بينتمي لنادي كده، فطبعا بيحاول ان هو طبعا ينال من التيم المنافس بتاعه أكيد. او يعني، لكن حسام وتدريبه للمنتخب كان في ليا رؤيه كده فنيه، وهو انه لما اخذ 10 من النادي الاهلي، لانه هو جاي وفاضل اسبوع فقط على البطوله، وبالتالي حب ياخد الخطوط المتجانسه مع بعض، فتلاقي في الفراوده مرموش وتريزيجيه ومصطفى ما غيرش فيهم، طبعا محمد صلاح مش موجود في نص الملعب، واخد 4 من النادي الاهلي علشان يبقى فيه انسجام، لان انا الانسجام مش هيجي في اسبوع، وهو ما اتمرنش اسبوع، لان تاني يوم الماتش كان يوم 12 13 كان راحه، اتمرنوا 14، الدوليين جم 18، فتقريبا ما يعني، فطبعا اخذ من النادي الاهلي 19 10 لاعبين علشان عمليه الانسجام ديت، برده في خط الظهر حاطط سردباكين برده النادي الاهلي، وطبعا هاني وشكري وحمدي، فطبعا تقريبا عمليه الانسجام دي. في بقى من هناك يقول لك ايه، ليه ما خدتش من الزمالك، ليه ما خدتش من هنا؟ الراجل عايز ينجح فبياخد الخطوط اللي هي بتريحه. انا باخد على الاتحاد الكوره في حته كانت ممكن جدا بمنتهى البساطه، ان انا بدل ما العب 22 و26 كنت العب 21 و25، يبقى انا كده اديت للنادي الاهلي يوم بحيث ان انا ممكن يسافر يوم 26، يبقى عنده 27 و28 ويلعب 29. هل دي كان فيها مشكله ان انا يوم 21 ابدا والعب 25
ايه المشكله في دي؟ النوع ده من الاسئله بقى متكرر قوي في اخر كام موسم الحقيقه. انما انا انا يعني هو النادي الاهلي برضو يعني زي ما قالت مريم يعني لما كابتن الخطيب قالوا له قال لا المنتخب طبعا طبعا وانا والله انا ساعتها كنت بقى الواحد حاطط ايده على قلبه انت ازاي هتروح كاس عالم من غير كل لاعيبتك وهتبقى حاجه صعبه جدا ربنا كرم برضه ومع ذلك كنا المنتخب علشان الضمير كويس ايوه صحيح وعلشان النيه طيبه ربنا تكسب كرمنا تكسب اول طبعًا. ماتش وبعدين الماتش الثاني وبعدين تكسب الهلال اللي كان مستعد وجايب لعيبه بالشكل الكبير ده ان شاء الله باذن الله تعالى اولادنا برضه هيشرفونا يا رب وبكره ان شاء الله كلنا مع المنتخب وربنا ان شاء الله يطلعوا كلهم سلام ويسافروا ويجونا ان شاء الله كسبانين يوم الجمعه ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن عادل احنا الحقيقه استمتعنا بحضراتكم جدا جدا سهره رمضانيه كرويه ممتعه شفنا فيها ذكريات ما بين الاجيال وتواصل ما بين الاجيال شرفتونا ونورتونا في الاهلي في رمضان شكرا لكم جدا شرفنا بيكم والله شكرا لكم حضراتكم طيبين وفي احسن صحه وحال نورتوا الدنيا كلها واكيد الشكر موصول لحضراتكم وعلى حسن المتابعه لينا في يعني سهرتنا النهارده من خلال الاهلي في رمضان ان شاء الله الاهلي في رمضان مستمر مع حضراتكم لغايه اخر يوم من ايام الشهر الفضيل ثاني وثالث ورابع كل سنه وكل حضراتكم طيبين وفي احسن حال يا رب شكرا على المتابعه ونشوفكم على خير سلام عليكم